السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا اللي بتتابعنا في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. طبعا النهاردة يا جماعة معنا رحلة صيد جميلة. الاول انا بتأسف لحضراتكم، طبعا غبت عليكم في الفيديوهات، معلش والله يا جماعة. انا كنت يعني عندي صيانة بنادق كتير بتاعت ناس حبايبنا وما اقدرش ايه طبعا انا ازعلهم. والنهاردة طبعا معنا بندوت الاستاذ عرفان، صيناها له وقال يا ريت تطلع لي بقى طلعة، فان شاء الله يا جماعة يلا نشوف الطلعة هتعمل معانا ايه. بالكومنت 400، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا ريت ما ننساش في اللايك والاشتراك. يلا بينا يا رجال. الله ينور. الله الله ينورك. الله عليك يا ابو غالي. عاد كده ابو غالي ايه يا جماعه؟ يلا واحده ضرب. الله ينور. بسم الله ما شاء الله. الله يكرمك يا رجال. الله يكرمك ابو يا العالم. خش بسم الله. الله اكبر. ضرب حسن يا جماعه. طبعا الفل على كل اخواتنا وحبايبنا اللي بيتابعونا، اللي سنه حضراتكم طيبين، ويا ريت يا جماعه تعملنا لايك. تحياتي وتقدير الجميع على صيادين مصر، كل سنه وحضراتكم طيبين. وقعت في البر التاني يا جماعة. ماشي ماشي. الله بسم الله ما شاء الله. رحلة صيد ممتعة، بس يا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك واشتراك. تابعوا. الله عليك ابو هيك. كل يا جماعه من امه. احلى صباح عليك ابو هيك. صار اي ماشي. برافو 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 عليك. صلى الله عليه وسلم. نارك ابد استاذ عرفان صاحب البندقيه، ومس على كل اهالي قوم حمادي وخليكم معانا واعملوا لنا اللايك. طبعا يا جماعه حابب نطلع له بقى طلعه البندقيه. بسم الله ما شاء الله 10 على 10. احلى لايك لابو هيك.
الله عليك ابو هيك. تحت في الحديد. الله عليك الله عليك. صلى الله عليه وسلم. نأكد عليه. يا مريم الله. يا مريم الله. من برا خالص. صورك من برا. عندك والله. طبعا يا جماعه احنا كنا مفكرينها ايمر يا جماعه. مفكرين ضاربها من ورا البوس طبعا عشان ما تشوفنيش، ولكن خليكم معانا واعملوا لنا لايك يا رجاله. صباح الفل. انا مسمع لا لو كنت كده محلل الصاله كل سنه وانت طيبين. كمان يا نعم انا من متشهاله مش شهد. يا امام يا جماعه اللي ود الوافي بياكل غله لما ايه بس. الصلاه على النبي. اعملوا لنا لايك واشتراك. تحياتي لحضراتكم وكل اللي بيتابعونا في جميع العالم. خش تحياتي لكل حبايبنا في العراق المملكة العربية السعودية سلطنة عمان. كل سنة وحضراتكم طيبين لجميع أنحاء العالم اللي بيتابعنا. برافو عليك.
عليك. الله مضروبة مضروبة. وقعت يا خد ورا. وقعت ورا ورا الأوضة. ما طولتش خلي بالك. الله ينور عليك يا ابويك. عاش يا بطل. الله ينور يا غالي. عملنا لايك. احلى لايك. وش. ايه في الكتف. بتفرتكه والله العظيم. ضربت اللي نزلت عليها كمان. واحد اهي. تاني اهي. ده بيحصل معانا كتير يا جماعه. بيبقوا ضاربين واحده والذكر بينزل عليها نبقوا خابطين الاخر هما الاثنين هما. كمان. هاي ابو هيك اللي عشان البحر. قامت يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. مش دام يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك يا قناه. عليك ابو هيك احلى ابو هيك في الدنيا. يا جماعه الشنطه ديت طبعا سوست اهي. خليك بعيد عشان الدم يا خالد. طبعا بنحط هنا الرش برضو اهو. سوست برضو خليك خالد هنا بقى. ماشي. تمام. تغلفها من جوه عشان تتغسل. لو حبينا مثلا نغسلها تتغسل معانا عادي. يلا يا ابو هيك. التانية مش مكتوب لها تموت. الله ينور عليك. فين جبناها يا جماعة؟ خليك معانا. نو بصوا يا جماعة هنركز في التلتين الفوقاني. عشان تنزل في الدماغ. ملهاش معالم من بعيدة هربلة دماغ متفتت 50 حتة معانا. الله احلى رجاله بتتابعنا اعملوا لنا لايك. الله حته واحده. بسم الله ما شاء الله. تعالى مشي معايا المسافه. ما بس انضربوا على مسافه بعيده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله مسافه بعيده. ايوه ما اضرب من عند الموتوسيكل هنا.
10/10 يا جماعه. لو عجبكم الفيديو والضربات بتاعه النهارده يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك، وان شاء الله انتظرونا في احلى الرحلات، وهنحاول نعمل لكم يا جماعه حاجات طبعا ان شاء الله. الفيديوهات الجايه هيبقى في تنويع وفي شغل عالي. كل سنه وحضراتكم طيبين، تحياتي لكل المتابعين، ويا ريت تعملوا لنا لايك. باي باي.